حياكم الله. حربين يخوضها العراق، الأولى ضد داعش والثانية ضد السبب الحقيقي وراء دخول داعش الأرض العراق، اللي هو الفساد الإداري. على المحورين يلوح حدث هنا وحدث هناك بوتيرة متسارعة على محور العمليات العسكرية. داعش القهقر بالرمادي والأنبار تشير إلى قرب تحرير المدينة بوقت يصادق مجلس الوزراء على قرارات لجنة التحقيق بسقوط المدينة عسكرياً، وبالوقت نفسه تعلن لجنة التحقيق بسقوط الموصل انتهاء أعمالها ورفع تقريرها للتصويت، وبطياته 20 شخصية مهمة متهمة. وبالمحور الثاني يلوح ملفين، أولهم ملف عقود مطاعم ومتنزهات بغداد وملفات هيئة استثمار بغداد اللي أحيلت أخيراً للنزاهة بعد إقالة رئيس الهيئة شاكر الزاملي من قبل المحافظ. مواضيع كثيرة انتظرونا بعد العناوين. داعش تتقهقر في الرمادي والطيران يواصل دك معاقل الإرهاب. إعلان انتهاء التحقيق في سقوط الموصل وبين طياته 20 مسؤولا متهما. إقالة رئيس هيئة استثمار بغداد شاكر الزاملي وإحالة ملفاتها إلى النزاهة. إقالة رئيس هيئة استثمار بغداد شاكر الزاملي وإحالة ملفاتها إلى النزاهة. قال بيان الإعلام الحشد الشعبي تلقت الرشيد نسخة منه أن داعش بدأ يخسر أهم محاور القتالية بالرمادي، مشير إلى أن غرفة العمليات المشتركة أكدت تقدم المحاور القتالية وفق الخطة الموضوعة لها. يشار إلى أن القوات الأمنية وبإسناد أبناء الحشد الشعبي وطيران الجيش العراقي والتحالف الدولي تخوض معارك ضد عصابات داعش الإرهابية بمحافظة الأنبار. قالت خلية الإعلام الحربي أن طائرات القوة الجوية تمكنت فجر الأحد من قصف 3 أوكار العصابات داعش الإرهابية، يستخدم أحدها لتدريب فلولة والآخر كمركز الاتصالات. وأضافت الخلية أن القصف أسفر عن مقتل العشرات منهم وأصيب المسؤول المالي بالجزيرة المذكورة. صادق رئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي على البدء بالمجلس التحقيقي حول انسحاب قيادة عمليات الأنبار والقطاعات الملحقة بها من مدينة الرمادي وتركهم مواقعهم من دون أوامر. للحديث عن كل ما تقدم والأحداث بالأنبار، شنو اللي صار، وين وصل تقدم الجيش والحشد الشعبي، اسمحوا لي أن أرحب بضيفي السيد ناظم الأسدي رئيس هيئة عضو هيئة الرأي بالحشد الشعبي. تفضل. حياك الله استاذ. حياك الله. خلي نتكلم بالمجمل، شلون تقيم شنو الوضع الامني الان بالانبار؟ يعني الانباء الضاره بالاحاديث عن ضربات منطقه دون اخرى، المحاور اللي تتقدمون من عندها. خلي نكمل نتكلم بالمجمل وبعدين ندخل بالتفاصيل. بسم الله الرحمن الرحيم، تحيه لك والى مشاهدي قناه الرشيد القضائيه. طبعا العمليات مستمره على قدم وساق لتحرير باقي المناطق في الرمادي والانبار. القوات الأمنية المشتركة تتحرك على أكثر من اتجاه وأكثر من محور ومحاور مختلفة ومتنوعة. طيب. يعني المحور الشمالي على الأنبار اليوم انطلقت عمليات كبيرة مشتركة بين الجيش العراقي والشرطة الاتحادية والحشد الشعبي وأيضا أبناء العشائر في هذه المنطقة، وأيضا الشرطة المحلية، يعني تحديدا فوجين من الشرطة المحلية هم السادس و11. طيب.
فعلا تحركت بصورة كبيرة واستطاعت أن تسيطر على منطقة أو الطريق الدولي السريع المقابل إلى منطقة البعيثة، وهذه المنطقة جدا مهمة. اليوم هي اللي تحدث الباع عن الوصول للخمسة كيلو؟ نعم، منطقة البعيثة هي قطع الإمدادات على عصابات داعش، خصوصا بعد سيطرة على تل البعيثة ومنطقة الزعيم. بس عاود تكون الصورة واضحة، من السيطرة على قرية البعيثة الامدادات اللي راح تنقطع منين جايه؟ الامدادات انقطعت امدادات من بين الرمادي والفلوجه من ناحيه جزيره الخالديه. طيب. يعني هذه الامدادات كانت مهمه بالنسبه الى عصابات داعش، اليوم انقضت القوات الامنيه المشتركه على هذه المنطقه وقطعت الامدادات على عصابات داعش تحديدا لمنطقه الفلوجه ومنطقه الرمادي كانت في الوسط يعني. طيب تحدثنا عن الفلوجه. الفلوجة تتحدث انه يعني اعلان النصر بالانبار بشكل عام اعلان نصر حقيقي هو حسم معركة الفلوجة، اليوم تأخرت هذه المعركة، شنو الأسباب؟ لا الحقيقة لا لم تتأخر هذه المعركة، هناك توقيتات عند الحشد الشعبي والقوات الأمنية، والآن الفلوجة مطوقة من كثير من الجوانب والاتجاهات، يعني هي الآن مطوقة من ناحية نهر الفرات، أيضا مطوقة من ناحية الحلابسة شرق الحلابسة والمزرعة، ومطوقة أيضا من ناحية القرمة، يعني هناك تطويق كامل إلى الفلوجة. الفلوجة الآن بدت عصابات داعش تنهار أمام طيب هذه الحصار الكبير. خلينا نبتعد عن هذا الكلام ونفوت بتفاصيل أكثر، أو تفاصيل هي المفروض تكون واقعية. كل يعني ما نقول كلها، معظم الحديث يدور على أنه أكو ضغط باتجاه عدم الدخول للفلوجة. لا إطلاقا، الحج الشعبي تحديدا لديه توقيتات مع أيضا مع القوات الأمنية والغرف المشتركة للقيام بالانقضاض على عصابات داعش في الفلوجة. الآن الفلوجة محاصرة، يعني دخول فيها صعب والخروج منها أيضا صعب، وأكثر عصابات داعش بدأت تنهار، وهناك مشاكل أيضا فيما بين عصابات داعش. يعني ممكن توصل السياسة الأرض المحروقة؟ نعم أكيد، البارحة هناك مشاكل كبيرة في الفلوجة نفسها بين عصابات داعش، قتل ما بينهم 7 إلى 8 أشخاص، البعض أراد الاستسلام والبعض رفض الاستسلام. طيب. ويعني في الفلوجة هناك القناصين بقى والمفخخات والانتحاريين، وأعتقد المعركة الحاسمة قريبة جدا. طيب هذا اللي تتحدث عنه، وأيضا كان أكو حديث عن سيطرة على محطة القطار. نعم. البعض اعتبر أنه إنجاز أو تقدم واضح للسيطرة على محطة القطار، شنو تفاصيل محطة القطار والمعركة اللي دارت وشنو تأثيرها بحسم المعركة؟ لا الحقيقة محور مهم جدا لمحور الجامعة في الأنبار، محور الجامعة عندما انقضت جهاز مكافحة الإرهاب في الأولى يعني في البداية، والآن اليوم تحرك جهاز المكافحة على سكة القطار. طيب. باتجاه مخازن المواد الغذائية، والآن هو مشرف على ناحية التأميم، هذه المناطق كلها حررت بالكامل مرورا إلى حي التأميم. الآن العصابات داعش بدأت تنهار ومحاطة من 3 جوانب، من الشمال الرمادي أو شمال الأنبار ومنطقة الجامعة وأيضا المنطقة الأخرى. ما يعتبر الجانب الرابع تقول حضرتك مثل الجانب، الجانب الرابع هو مدخل ومخرج لهم؟ هذه تساعدنا قوات الطيران العراقي، قوات الطيران العراقي مسيطر على هذه الجانب. طيب. صح هناك ثغرات وهناك مداخل ومخارج، ولكن أكثر المخارج والمداخل بدأت طيران الجيش العراقي بدأ يسيطر عليها، وبالفعل هناك ضربات موفقة، واليوم كانت ضربة موفقة وقتل 10 إرهابيين ومن ضمنهم المسؤول الممول لعصابات داعش. المسؤول المالي. نعم المسؤول الممول لعصابات داعش، البارحة كان المسؤول المالي قتل في ضربة طيب جوية. دور التحالف الدولي، الأخبار تقول أنه مستمر التحالف الدولي، أنتوا دائما عندكم ما أعرف عندكم تحفظ على دور التحالف. والله الحشد الشعبي تعرف جيدا لا يعني هو يعرف الجميع، والإعلام لا يثق بالأمريكان، يعني التحالف الدولي هو مسيطر عليه القوات الأمريكية، بالتالي لدينا خبرة واسعة ولدينا تحفظنا على دور الأمريكان، هم غير جادين في مقاتلة عصابات داعش، وإلا عصابات داعش الآن في الصحراء،
هنا طيران التحالف. انتوا رافضين، انتوا قبل ما تدخلوا الامبارق قلتوا اذا دخل الحشد احنا ما راح، اذا دخل التحالف كحشد ما راح نقاتل. لا ابدا ابدا، احنا لدينا استراتيجيه. فانتوا من باب ترفضون، من باب تقولون داعش بالصحراء ليش ما يقصفون؟ احنا كحشد الشعبي نتعاون تعاون كامل مع طيران الجيش العراقي، وبالفعل جميع المعارك التي دخلها الحج الشعبي بالتعاون مع القوات الأمنية وبالتعاون مع طيران الجيش كان المعركة حاسمة وسريعة. ممكن يكون فعالية التحالف الدولي؟ لا لا، يعني معروفة أكثر المعارك التي خاضها الجيش العراقي والقوات الأمنية، وحتى اشترك فيها بعض الأحيان الحج الشعبي، وكان طيران التحالف كان ضرباته غير موفقة وكانت هزيلة. يعني طيب لا تفي بالغرض ولا تفي بالقوة. الآن أين عصابات داعش؟ عصابات داعش تدخل من الحدود السورية ومفتوح صحراء مفتوحة. هذا الموضوع المهم. يعني خليني بسؤال أخير، سمعنا بالأيام اللي مضت أنه كثرة السيارات المفخخة اللي يستخدموها داعش ويدزوها على القوات الأمنية والحج الشعبي، صهاريج، همرات مفخخة، شنو هذا السبب التزايد؟ زين معامل التفخيخ وين مصدرها؟ ما تقدرون توصلوا لهم، وهي المشكلة صارت الأكبر بالنسبة. لا الحقيقة استخبارات الحج الشعبي بالتعاون مع طيران الجيش استطاع أن يضرب الكثير من الأوكار. طيب. والمعامل، ولكن محدودية طيران الجيش العراقي وقلة الطيران تؤدي إلى دخول المفخخات ودخول الهمرات المفخخة. هسه تقول طيران الجيش زين؟ نعم طيران عندما ندخل إلى أي معركة مع طيران الجيش نحسمها بالكامل معركة، ولكن أحيانا هناك عمليات أخرى نحتاج إلى طيران أكثر. طيب. إلى طائرات أكثر. الآن طيران الجيش عندما يدخل مع الحج الشعبي يحسم المعركة وهذا معروف. طيب اسمح لي أن أشكرك السيد ناظم الأسدي عضو هيئة الرأي بالحج الشعبي، شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. تصريح خاص القناة الرشيد الفضائية، قال رئيس لجنة التحقيق بسقوط الموصل النائب حاكم الزاملي أن التقرير يتهم 36 شخصية بالتسبب بسقوط الموصل. وكانت أنباء نشرت صباح الأحد تقول أن لجنة الأمن والدفاع حددت عدد المسؤولين عن سقوط الموصل ب20 وفق تقرير للجنة التحقيقية اللي قال عنها رئيس اللجنة حاكم الزاملي أن التصويت عليه سيتم الاثنين. وصفت النائبة عن دولة القانون عواطف نعمة الأحد تقرير لجنة التحقيق بسقوط الموصل اللي سربته بعض وسائل الإعلام بأن مسيس داعي إلى استبدال رئيس اللجنة حاكم الزاملي بشخص آخر لعدم حياديته. ينضم معي الآن عبر الهاتف السيد حاكم الزاملي رئيس لجنة الأمن والدفاع البرلمانية. حياك الله أستاذ حاكم. حياكم الله. شنو العدد الصحيح بين 20 وبين 36 الضاربة الأنباء؟ لا الحقيقة العدد الحقيقي هو تقريبا 35 شخصية بالضبط. يعني طيب. عدد الشخصيات التي تم التحقيق وجمع الإفادات وتقاطع هذه الإفادات وجمع الملفات والوثائق، ومن ثم بعد ذلك توصلنا على أن يتم التصويت على هذه التوصيات. واليوم بعد يعني ولادة عسيرة تم يعني شبه الإجماع على هذه التوصيات. شنو اللي خلاها عسيرة أستاذ حاكم؟ نعم شنو اللي خلاها عسيرة؟ تقول ولادة عسيرة. يعني أنا من بداية دخولي وإلى هذه اللجنة واختياري كرئيس لهذه اللجنة بينت أن هناك بعض الكتل بدت بنوابها لجعلهم محامين ومدافعين عن كتلهم، عن رؤساء كتلهم، عن مسؤوليهم، عن بعض القيادات اللي تنتمي لهم. وهذا امر يعني الامر طبيعي. يعني انا شفت انه البرلمان مكون من كتل سياسيه. طيب. لكن بالبدايه تكلمنا مع الاخوه جميعا، قلنا لهم تخلوا عن الاصنام، تخلوا عن يعني مذاهبكم وقومياتكم واحزابكم، لان هذه قضيه كبيره فيها دماء، فيها 3 ملايين نازح ومهجر. طيب استاذ حاكم بس اذا سمحت لي، الرقم اللي تحدثت عنه حضرتك هسه، الأنباء تقول إنه هو نقص واحد بعد رفع اسم السيد المالكي من التقرير النهائي. لا لا لا، أنا أقول لك الرقم لا يمكن ذلك، لم يرفع اسم السيد نور المالكي من التقرير. رقم واحد هو السيد
خادع عام قاسم مسلح السابق نور المالكي، بعد المحافظ أثيل النجيفي ونائب المحافظ والقادة والضفاف، لا يمكن رفع أي اسم من هذه الأسماء، وتم تحويل الملف إلى رئيس مجلس النواب. يعني ما صارت عليكم ضغوط؟ نعم، ما صارت عليكم ضغوط على مدرفع رفع اسمه؟ يعني عزيزي احنا صار لنا اسبوع نقرا التوصيات، ما قدرنا نقرا التوصيات. اذا اكو ضغوط؟ يعني نعم اكو ضغوط، طبعا ضغوط وشجار وكلام كثير واجتماعات مستمره. يعني استاذ حاكم هسه انت صريح بكل شيء، اعطيني اسماء. نعم. منو اللي سوى هاي الضغوط ومنو اللي عرقل عملكم خلال هاي الفتره؟ لا احنا اخي احنا ما يهمنا، احنا نعتقد ان القضيه ونقول انه اللي جرى ان هناك يعني توصيات، وهذه التوصيات فيها نقاش وفيها سجالات. نحمل الاخوه الذين معنا في اللجنه من كتل اخرى على دفاعهم هو للوصول، ولذلك نحن نحترم ارائهم، لكن كما قلت يعني المعركه والكلام واداره الجلسات كانت هذا العدد ممكن يرتفع له هو نهائي. العدد هذا الاسماء التي تم رفعها هي هذه بشكل شبه نهائي، لكن بالحقيقه هناك شخصيات بارزه ومهمه، وهناك اسماء قد ضباط قد ترد معلومات او وثائق، لحد هذه اللحظه لم تكن لدينا وثائق على بعض الضباط او القاده الذين كانوا في الموصل او خارج الموصل او بعض السياسيين او بعض المسؤولين في الحكومه المحليه اللي بمحافظتنا. زين استاذ حاكم، انت قلت السيد المالكي رقم واحد، المحافظ رقم اثنين، منو اهم الشخصيات اللي كانت بمثابه الماركه بالنسبه لهاي هذا التقرير او الاسماء الموجوده به؟ يعني هو الشخصيات اغلبها، يعني انا التقرير تم تسريبه بصراحه للاعلام، انا ما اعرف، انا في البدايه قلت حاولت انه لا يسرب، لكن هذا الامر طبيعي تم تسريبه الى الاعلام، والوثيقه انا الاحظها في كل القنوات، يعني نفس ما عندنا في اللجنه هو مسرب الى الاعلام، ونحن نحترم الاعلام والسلطه الرابعه. هسه هو مسرب اذا اسمع من عندك انا استاذ حاكم. يعني الاسماء موجوده ابتداء من القائد العام حتى اخر ضابط وهو برسمه مقدم. كل من ورد اسمه ووجدت اثباتات وادله وافادات تؤكد له علاقه بسقوط الموصل تم وضعه في هذا التقرير، ورفع التقرير الى هيئه الرئاسه، ومن ثم بعد ذلك يتم رفعه الى الادعاء العام. طيب انت قلت انه شخصيات، تحدثت عن التسريبات، التسريبات تقول انه اهم شخصيتين حملت المسؤوليه بالتقرير هي السيد المالكي والسيد بابكر زيباري رئيس اركان الجيش السابق، هو هذا السبب اللي خلاه يسبق الاحداث ويطلب عفاءه؟ لا ليس تحاولوا بكل طريقه، كل واحد يحاول يرفع اسماء يعني المسؤولين اللي تابعين للقتلة، بابكر واحد من الموجودين، سعد الدين واحد من الموجودين، وزير الدفاع السابق، وشخصيات بارزه كثيره ومتعدده. اما نحن لم نجامل ولم نهاجم ولم نداوم، ورفعنا هذا التقرير الى هيئه الرئاسه وتابع ذلك في الادعاء العام والى المحاكم العسكريه والمدنيه. طيب انا يعني على مدى استفاد من وجودك، اكو احد من الموجودين على قائمه المتهمين او المتسببين اللي رفعت يعني عنده حصان وبالتالي راح يصعب التعامل وياه؟ يعني واحد منهم السيد سعد الدليمي، الان هو عضو مجلس النواب. طيب راح تطلبون رفع الحصانه عنه؟ يعني هذا اكيد، هذا احنا اخي العزيز حد مسؤوليتي اني لحد هذه اللحظه عندما تم رفع التقرير الى مجلس النواب، هذا بعد واجب مجلس النواب وهيئه الرئاسه ان تطالب باولا ان يحال الملف الى الادعاء العام، يتم قراءته بجلسه علنيه، وبعد ذلك رفع الحصانه عن من هو نائب في مجلس النواب. طيب بسؤال اخير، الخطوه الاخيره بعد تسليم الملف للدعاء العام راح تنتهي دوركم؟ يعني احنا الملف عندنا بشكل كامل، ولدينا تصور عن الموصل وحيثيات الموضوع، ولذلك اكيد دورنا لم ينتهي لحد هذه اللحظه، عندما يحتاج البرلمان اي ايضاح او تحتاج السلطه القضائيه اي ايضاح او استفسار سنكون معين لها ومساعدها. طيب اسمح لي ان اشكرك النائب حاكم زاملي رئيس لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، شكرا لك.
كردستان في مواجهة الأزمة السياسية، والأسايش تمنع 15 برلمانيا كرديا من دخول أربيل. عرب جبور والبعيثة تندرج مع الحشد الشعبي بعد سنوات من التوتر الطائفي. دعا رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني الأحزاب الكردية إلى الاجتماع لإنهاء أزمة الإقليم. البرزاني قال ببيان إله أنه يطالب جميع الأحزاب المشاركة بالحكومة والبرلمان والمجازرة رسمياً إلى الاجتماع يوم 20/8 للخروج بقرار يصب بمصلحة البلد، وليكن قرار نهائياً حاسماً ينهي الأزمة لكي يتم تنفيذها فوراً. وطالب من ديوان رئاسة إقليم كردستان إجراء كافة التنسيقات المطلوبة حول هذا الموضوع، ويدور خلاف بين القوى السياسية بإقليم كردستان حول انتخابات رئاسة الإقليم المقررة بالعشرين من آب الحالي، مع طرح كل من الاتحاد الوطني الكردستاني وقائمة التغيير والأحزاب الإسلامية الكردستانية مشاريع قوانين تحدد صلاحية رئيس الإقليم ونائبه، مع سعيها لتحويل نظام الحكم بكردستان إلى برلماني وليس رئاسي. وقبل هذا البيان منعت قوة من الأسايش الكردية دخول 15 برلماني عن كتلة التغيير إلى أربيل، واتهمت الأخيرة وزارة الداخلية بالإقليم بالوقوف وراء هذا التصرف. وذكر بيان صدر عن الأحزاب الكردية الأربعة اللي هي الاتحاد الوطني الكردستاني وحركة التغيير والاتحاد الإسلامي والجماعة الإسلامية إن ما حدث مساء أمس في سيطرة منطقة ديكلا بمنع دخول 15 نائب في برلمان إقليم كردستان عن حركة التغيير إلى داخل أربيل إهانة الجميع البرلمانيين، وأدانت الأحزاب عملية منع دخول البرلمانيين إلى أربيل، متهمة وزارة الداخلية بإقليم كردستان وأسايش أربيل بالوقوف وراء ذلك، وطالبت الأحزاب الأربعة بإجراءات تحقيقية عاجلة مع الأشخاص والمسؤولين المنفذين للعملية، معتبرة أن ذلك التصرف محاولة لخلق أوضاع غير مستقرة أمنيا في إقليم كردستان. للحديث عن ما يجري في كردستان ومنع نواب من كتلة التغيير، اسمحوا لي أن أرحب بضيفي النائب مثنى أمير رئيس كتلة الاتحاد الإسلامي الكردستاني. هكذا سيدي. حياك الله سيدي. حياكم الله أستاذي. يعني ليش تم منع النواب؟ خلينا نبدأ بهذه القضية قبل ما ندخل بالتفاصيل أكثر. شكرا جزيلا أولا على هذه الاستضافة، وأعتقد أن ما تفضلتم به في التقرير هو صحيح فعلا. نحن ندين هذه الإهانات، وبالنسبة للبرلمانيين إهانة أي برلماني يعتبر إهانة للجميع. اعتبرتها إهانة عدم الدخول؟ بلا شك. هو لم ليس عدم الدخول ليس دقيقا، هم قد دخلوا لكن تم مضايقتهم أمس وأول أمس، اليوم دخلوا ولكن أيضا بعد بس أمس وأول أمس رجعوا للسليمانية. أمس رجعوا للسليمانية واليوم دخلوا. طيب هذه المضايقات تعتبر طبعا إهانة بالنسبة للبرلمانيين، وهذا عمل غير مسؤول. يجب على وزارة الداخلية في إقليم كردستان أن تحقق في هذه المسألة وأن تقوم بمحاسبة المقصرين وتقديمهم إلى اللجان التحقيقية المطلوبة. نحن نعتبر أن إهانة البرلماني هو إهانة للشعب الذي انتخبه. طيب اعتبرتها مقصودة؟ نحن لا نستطيع أن نستبق الأحداث، ولكن الظاهر أن هذا مقصود يعني. طيب هو إجراء أمني أو صار من قوات أمنية تابعة للإقليم، بس بعض الأحاديث من بعض النواب بتقول هو قرار سياسي. هو للأسف هو إجراء أمني، لكن الإجراءات الأجهزة الأمنية هي أجهزة منضبطة، بالتالي لا تتحرك إلا طبقاً لتوجيهات، يعني هذا ما يقوله المنطق والواقع. هذه التوجيهات صدرت من هذه بحاجة إلى لجنة تحقيق. بالخصوص بأجهزة مثل أجهزة كردستان. بلا شك، يعني هي أجهزة تتبع إلى مؤسسات معينة، هذه المؤسسات لها وزارة تتبعها. يجب أن لا نستبق الأحداث، وتشكل لجنة تحقيق للتحقق ممن أصدر مثل هذه التوجيهات وكيف صارت الملابسات. وزارة الأسايش العامة في إقليم كردستان أصدر بيانا أوضح، قال فيها بعض الأشياء الذي يعني لا باعتقادي الشخصي أنه غير مقبول. ولا بس أنتوا حضرتكم بلغتوا الهيئات والقنصليات اللي موجودة، صحيح هذا الكلام اللي موجودة بالإقليم، وطلبتوا من عندها تراقب الإخوة الذين تعرضوا إلى هذا الاعتداء من حركة التغيير؟ أبلغوا هذه القنصليات وأبلغوا الرأي العام بهذه القضية، وأعتقد أنهم
اتصلوا بأيضا كل الجهات المسؤولة في قطاع. دائما معروف عن الكرد إن هم مشاكلهم مغلقة بيناتهم، شنو اللي صار وخلى هاي الحلقة تنفتح وتتجهون إلى قنصليات أو جهات دولية؟ لا، ربما الآخرين لم يهتموا بالإقليم كردستان بالشكل الكافي، وإلا مشاكل الإقليم دوما كانت مفتوحة للإعلام وللجميع، وليس هناك ما نخفيه عن الناس. نحن أيضا بشر في هذه المنطقة، نشكل شنو التخوف اللي جزء من ثقافة هذه المنطقة، التخوف اللي ممكن يصير، وبالتالي يطلبون من هيئات دولية، قنصليات، سفارات أنه تراقب. هو بلا شك نحن الآن في أي مكان بالعالم، أي مجتمع سياسي صغير أو كبير، دولة مستقلة أو أقليم، طيب، هو يشكل جزء من منظومة السياسة بالعالم، فيجب أن تكون كل القضايا مطروحة. الآن السلطات الدولية أيضا برقابتها، كما هي سلطات الإعلام أيضا برقابتها، تشكل نوع من الضمان بالنسبة للديمقراطية والحريات والأمن والاستقرار. فهذه كما نعلم العراق كله بما في أقليم كردستان يمر في حالة نوع من الانتقالية التي لم تستقر على حال معينة، فبالتالي طيب، مساعدة المجتمع الدولي في ضمان هذه التوازنات الموجودة في المنطقة وضمان الاستقرار وضمان التنمية أمر مطلوب، ونحن لا نرى طيب عيبا في ذلك. أستاذ مثنى، اللي صار بمنع دخول النواب إلى أربيل ممكن يكون سبب موقفكم من رئاسة كردستان أو التمديد للسيد البارزان؟ هو بلا شك هذه الأزمة الحالية الموجودة في إقليم كردستان والخاصة بالتمديد للسيد رئيس الإقليم هو السبب، الإشكال في الاختناق الحاصل الآن والتراشق الإعلامي وكذلك في الحراك السياسي الموجود. فنحن نعتقد أن هذه في الأصل هي حالة ديمقراطية طبيعية، وكل المجتمعات مرت بمثل هذه الأمور. العبرة بالخواتيم، العبرة بما سيؤول إلى ستؤول. باعتقادكم شنو راح تكون الخواتيم؟ أنا أعتقد أن إقليم كردستان له من التجربة الثرية في هذا المجال أن يتغلب على مثل هذه العقبات. نحن مررنا بعدة مراحل في إقليم كردستان، طيب، فترة الاقتتال الداخلي والاضطراب الأمني، ثم فترة التصالح من 98 وما بعد، ثم فترة الشراكة الاستراتيجية بين الحزبين الكبيرين للاستحواذ على السلطة، ثم الانفتاح على أحزاب أخرى، ثم ظهور المعارضة الحقيقية في إقليم كردستان، ثم انتقال الأحزاب الخمسة الرئيسية. تعتبرها تجربة راح تقلوها على تعاملكم؟ أنا أعتقد أن هذه كلها تجارب تلت بعضها البعض، وبالتالي أدت إلى نوع من الثراء. شو راح تتعاملوا ويا التمديد إذا ما صار التمديد بعد 2008؟ نعتقد أن التمديد هو خيار من الخيارات التي من الممكن أن نلجأ إليها، لكن ضمن يعني ممكن توافقون عليه حزمة من الإصلاحات بلا شك، يعني أيضا خيار من الخيارات يمكن أن نلجأ إليه، لكن طبقا لحزمة من الإصلاحات ورؤية واضحة لما ستكون الأمور إليه بعد التمديد. نحن قضيتنا في رؤية الإصلاحات تتعلق أولا بصلاحيات التنفيذية لرئيس الإقليم، ثانيا بانتخابه داخل المجلس التشريعي المحلي، ثالثا متعلقة بتوافقاتنا على شكل الدستور الذي سيحكم به الإقليم فيما بعد. طيب، سيد بارزان يوجه دعوة للأحزاب الكردية لاتخاذ مجتمع واتخاذ موقف قبل 20، محاولة لعبور مرحلة ما بعد 28 بالتمديد له هي محاولة لكسب الود بعد المشاكل اللي صارت وآخرها اللي صار منع الدخول؟ هذه الدعوة احنا نعتقد انها بادرة طيبة، لكن بدون ان تكون هذا استحواذا على القرار السياسي القانوني الذي ينبغي ان يتخذ في البرلمان، طيب، ولكن مساعدة البرلمان في اتخاذ الطريق الأصوب وفي اتخاذ القرار المناسب قبل ذلك بتوافقات تتم داخل أروقة الأحزاب السياسية الكردستانية وفي أروقة رئاسة الإقليم، نعتقد انها بادرة إيجابية ربما تؤول الى بعض الحل. طيب، ممكن بعد هذا الكلام الكثير وأيضا قبل أيام صار حديث على أنه ممكن يكون نسمع بالفترة المقبلة التهيئة لإقليم السليمانية، هذا الشيء راح يكون واقعي؟ أنا أعتقد أن هناك دعوات بهذا الاتجاه، وهذه الدعوات ليست مقبولة على المستوى الوطني والقومي الكردي. نحن نعتقد أن هذه التجزئة لن تخدم إقليم كردستان، وبالتالي نحن خطونا خطوات إلى الأمام في سبيل الوصول إلى تجربة سياسية يمكن أن تكون محل استرشاد حتى في باقي مناطق العراق. لن نتراجع إلى الوراء إذا كان الأمر يتعلق بنا نحن، فنحن لا نؤمن بمثل هذه كاتحاد إسلامي كردستاني، نحن لا نؤمن بمثل هذه الطروحات، نعتقد أنها مخيبة للآمال وتراجع إلى الوراء. راح توقفون بالضد؟ بلا شك نحن نقض ضد هذه المخالفة. طيب، نشكرك النائب مثنى أمير رئيس كتلة اتحاد الإسلامي الكردستاني. شكرا جزيلا، حياكم الله أخي الكريم. تشهد منطقة آل بعيثة في بغداد تحسناً أمنياً ملحوظاً، وهذا ما دفع إلى تشكيل فوج حشد شعبي
من أبنائها بعد أن كانت في وقت سابق مشهدا للتوتر الطائفي في بغداد. حول هذا الموضوع ينضم مع الآن النائب يحيى العيثاوي للحديث أكثر عما يجري في منطقة آل بعيثة. تفضل سعد. حياك الله سعد يحيى. أهلا وسهلا ومرحبا. اليوم بالفعل هذا الكلام، آل بعيثة تشهد تحسن أمني بعد فترة من التوتر اللي كان واضح بالنسبة وأثره حتى على مناطق كثيرة ببغداد. بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتنا لمشاهدينا الكرام من خلال قناتكم الكريمة. حياك. بالبداية أود أن أشكر دولة السيد رئيس الوزراء المحترم لتلبيه الدعوة التي تم تقديمها من قبلي وبناء على طلب من أهالي المنطقة للشروع بعمل متطوعين أو بالشروع لقبول المتطوعين في منطقة البعاثة لفتح قاطع جنوب بغداد للحشد الشعبي. كما أيضا أود أن أشكر السيد وزير الدفاع وكذلك السيد قائد عمليات بغداد وكذلك السيد قائد الفرقة 17 لسرعة تلبيتهم النداء لهذا الطلب. زي حسان، بس خلي أكو فد سؤال أجا مهم. أنت تشكر وزير الدفاع وزير الداخلية وقائد الفرقة 17، زين هو لو كان أكو تركيز حقيقي على القوات الأمنية اللي موجودة بهاي المناطق ما احتاجيتوا فوج من الحشد. نعم نعم، سنأتي إلى هذا لاحقا. كما تعرف أن منطقة البعاثة هي منطقة زراعية، وهذه المنطقة يوجد فيها البساتين الكثيفة، تعتبر سلة بغداد الغذائية من ناحية الفواكه والخضر لفترة طويلة، وتعتبر منطقة سياحية لمدينة بغداد في السابق. ولكن لوعورة هذه المنطقة وكثرة البساتين كما تعرف تأتي القوات الأمنية من مناطق مختلفة لا يعرفون ماهية هذه المنطقة طبيعتها الجغرافية، ولكن أهل المنطقة هم أدرى بهذه المنطقة وكيفية وجود أبنائها الصالحين أم الطالحين. لذلك عندما يأتي الحشد من أهل المنطقة ستكون الخسائر قليلة، سنتمكن بسهولة من معرفة عدونا أين يكمن العدو. وجه ثاني للصحوات؟ ليس وجه ثاني للصحوات، وإنما هو حشد متطوعين من أجل الدفاع عن بغداد، من أجل الدفاع عن محيط بغداد. كما تعرف أن محيط بغداد يعتبر هو الحاضنة لبعض المتطرفين، ولذلك نحن نريد من هذه المهمة التي قمنا بها أن تنتشر إلى محيط بغداد جميعا، إلى كل العراق، حيث يقوم أهالي المنطقة بالدفاع عن مناطقهم، وذلك لأنهم أدرى بما يحصل فيها. الفوج راح يكون تابع لهيئة الحشد الشعبي؟ نعم، سيكون تابع لهيئة الحشد الشعبي وسيكون ضمن فرقة 17. شو راح يكون التعاون؟ أو التنسيق بين اللي موجودين؟ التنسيق هو راح يكون تحت قيادة فرقة 17، ولكن التنسيق أيضا يوجد لدينا الشيخ سعد العيثاوي وهو سيكون منسق لهذه العملية، وكذلك يوجد لدينا بعض الضباط الذين انتموا إلى هذا الفوج من أجل التنسيق والعمل المشترك. كما يوجد هنالك عندنا موجود إحدى السرايا، سرايا الحشد الشعبي، سرايا عاشوراء الموجودة أيضا في المنطقة لكبرى المنطقة. طيب. هنالك سوف يكون تنسيق مشترك بين قيادة فرقة 17 مع قيادة سرايا عاشوراء مع قيادة الفوج الذي تم تشكيله من أجل تنسيق المواقف من أجل الدفاع بصورة صحيحة. تم التعرض يوم أمس. وجود سرايا عاشوراء اللي هي تابعة للمجلس الإسلامي الأعلى. نعم. نحن تابعة بطلب من عندكم وجود المنطقة لو خافت نعم من الهاونات. نعم نعم نعم، لا جتي هاي أولا بطلب من عندنا لأنه كان الوضع غير جيد، إضافة إلى ذلك هنالك تواشق الآن بين هذه القوات، حيث تم وضع عملية مشتركة فيما بينهم، عامل مشترك من ناحية الدفاع من ناحية الاستطلاع. يوم أمس تم التعرض لهذا الفوج. كما تعرف أنه الإرهابيين لا يريدون لهذا الفوج بالبقاء، لأنه يعرفون إذا بقى هذا الفوج سوف يقتل كافة الإرهابيين الموجودين، سوف يدفع الشر عن المنطقة. ولذلك أنا أشد على إخواني في هذا الفوج وإلى القوات الموجودة بالدفاع وبالصمود. شو راح يكون تدريبة وتسليحة؟ تسليحة من الحكومة؟ نعم، تم سحب من الميرة، من دائرة الميرة في وزارة الدفاع، أعطونا قسم قليل من البنادق، ولكن نأمل أن يأتي مدد آخر لهذا الفوج. كذلك نتمنى أن يتم هنالك مدد آخر من ناحية العتاد. أيضا نريد من السيد قائد من الحشد الشعبي أن يضاف رواتب هؤلاء المقاتلين حتى لا يكون هنالك خلل في عملية انتمائهم. طيب، تشكيل هذا الفوج راح يكون خالص من أبناء المنطقة؟ نعم،
من أبناء المنطقة نعم، ولكن من عشائر متعددة في هذه المنطقة، لا يقتصر على طائفة واحدة، عدة طوائف انتمت إلى هذا الفوج، يعني مذهبيا عدة طوائف من عدة عشائر. كذلك نتمنى من الأخوة المجاورين في محيط بغداد أيضا، فيما يخص قاطع الرضوانية، فيما يخص قاطع اليوسفية، فيما يخص قاطع أيضا اللطيفية، هنالك النواب يريدون أن يحذوا حذو هذا بحيث يكون عملية صحيحة، وندافع عن محيط بغداد حتى لا نصل إلى مرحلة مثل ما وصلت عليها المحافظات الأخرى مثل محافظة الأنبار والموصل. أنا دائما عندي أقول شيء واحد، الوقاية خير من العلاج. أنا لا أقع في الخطأ وبعدين أعالج الخطأ، وإنما لازم الوقاية قبل ما أقع في الخطأ. اسمح لي نشكرك النائب يحيى العيثاوي عضو مجلس النواب العراقي، شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. ملفات هيئة استثمار بغداد في عهدة النزاهة بعد إقالة شاكر الزاملي. الجبور يهاجم والأمانة تدافع، فضيحة مطعم بيارة الشام ب50 مليون دينار مقسمة على 200 سنة مقبلة. أبدى النائب هيثم الجبوري الأحد استغرابه من النفي الصادر من أمانة بغداد بشأن إيجار مطعم بيارة الشام المحاذي الجسر الجاذرية لمدة 200 عام، مؤكداً أنه تكلم عن بحيرة الجاذرية الواقعة مقابل المطعم. وقال الجبوري: استغربنا من النفي الصادر من أمانة بغداد لأننا تكلمنا عن بحيرة الجاذرية مقابل مطعم بيارة الشام وعقد استثمارها وشبهات فساد كبيرة سنحقق من صحتها وهي تابعة وزارة السياحة والآثار. وكشف الجبوري أمس السبت أن ارتباط تأجير بحيرة الجاذرية وسط بغداد لشركة بأحدى الكتل السياسية لمدة 200 عام وبقيمة 50 مليون دينار، وهدد بفضح الوثائق المتعلقة بهذا الموضوع إذا لم يتم اتخاذ قرار خلال 7 أيام. حول هذا الموضوع كان من المفروض ينضم معنا عبر الهاتف النائب هيثم الجبوري، لكن النائب ما وفى بوعده، ما يعني ما كان ويانا عبر الهاتف، لكن الموضوع مهم. كانت اكو تراشق انه هذا الموضوع، يعني باختصار حتى لا ناخذ يكون الرأي واضح، انه هذا الموضوع والانباء تحدثت عن انه البحيرة اعطيت مقابل اطلاق سراح امين بغداد الاسبق، والخلافات كثيرة. يعني كان المفروض انه نفتهم السيد النائب انه اذا هي تابعة لوزارة السياحة والاثار شنو دخل امانة بغداد تنفي او تأكد هذا الموضوع. أعلن عضو مجلس محافظة بغداد سعد المطلبي إعفاء مدير هيئة استثمار بغداد شاكر الزاملي من منصبه وإحالة ملفات الهيئة إلى النزاهة، وجاء ذلك بأمر من محافظ بغداد علي التميمي. للحديث عن هذا الموضوع ينضم معي الآن السيد صباح زنقن المتحدث باسم محافظة بغداد. حياك الله أستاذ صباح. حياك الله. حياك الله، مرحبا. ليش تم إعفاء الزاملي؟ طبعا اكو، بسم الله الرحمن الرحيم، تحيه لكم ولمتابعي قناتكم الموقره. لابد انه ان تكون هناك عمليه حل الكثير من الملفات العالقه، وربما هناك بعض الملفات قد ابقيت لاسباب سياسيه. اليوم هناك لدينا ازمه خدميه، وان كان هناك البعض يريد ان يحول هذه الازمه الخدميه لازمه سياسيه، ولكن اعتقد بانه حل الامور باتجاه الخدمه افضل مما ان تحل الامور باتجاه التبادلات السياسية والطمطمة السياسية لهذا وذاك. ما يرتبط بهيئة استثمار بغداد، هناك كانت ملفات يعني وحيلت إلى يعني محافظة بغداد وإلى سيد محافظ بغداد، لا سيما أن هناك ملف قدمه الأستاذ غالب الزاملي فيما يرتبط بأكثر من 150 قطعة أرض دخلت إلى المشاريع والاستثمارات، ولكن لم توجد لها أصول وضوابط قانونية وأنها غير موجودة ومشكوكة فيها. ما دعا السيد المحافظ ليس إلى مسألة الإقالة كما روج في بعض وسائل الإعلام، ولكن إلى إعفاء الأستاذ شاكر الزامل من منصبه وحل مجلس الإدارة. بالتأكيد إحالة سوف تكون بعد ذلك إحالة الملفات إلى الجهات يعني
القضائيه. طيب المحافظ راح يسال سنتين من استلام المحافظه، شنو اللي اخر الملفات هسه اكتشفها؟ لو مثل ما قلت انه اكو ضغوط سياسيه البقاء، لانه هذا صار واقع بالعراق، اي فساد مالي واداري وراء رؤوس سياسيه كبيره، هذا اللي اخر الثوره، نداء المرجعيه الاخير هو اللي اعطى المحافظ قوه اكثر ودافع حتى يجي يقوم بهذه الخطوه. يعني انا اقول لك هناك لا توجد لدينا اليوم، لا اقول ان المرجعيه والتظاهرات دفعت السيد محافظ بغداد بان يتوجه الى فتح الملفات، هو لا يضم او يخفي هذه الملفات بغيه ان تكون ورقه ضغط سياسيه كما يفعلها البعض باتجاه ضم لي وضم لك، اطمطم لي وطمطم لك، لا، كانت العمليه كل ما تظهر اي ملفات انيه يتم احالتها، هناك اكثر من 700 محل يعني ملف يعني تم احيل الى لجنه النزاهه والى هيئه النزاهه النظر بهذه الملفات. طيب. كان هذه الإحالة عبر يعني 200 ملف عفوا، إن كان هذه الإحالة عبر مجلس محافظة بغداد أو محافظ بغداد بشكل شخصي عن صفقات مشكوكة فيها أو صفقات هي فيها شبهة كبيرة جدا، ما يعني أن محافظ بغداد لم يخفي هذه الملفات لكي يخرجها في ساعة الاحتياج، لا، بل أنه أولا بأول هناك عملية دفع بهذه الملفات. طيب الإعفاء وحل مجلس الهيئة وحالة الملفات للنزاهة، خلينا نتحدث عن الإعفاء وحل المجلس. البعض يقول إنه هي مو من صلاحيات المحافظ، لأنه هي أصلاً شكلت الصور بقانون 13 لسنة 2006، فالقانون هذا ما يعطي صلاحيات المحافظ بالإعفاء أو حل مجلس الإدارة. طبعاً هو أحال هذه الجهة مجلس الإدارة إلى المختصين، ولا سيما في مجلس محافظة بغداد هم من يمتلكون هذه الصلاحية، وحتى ربما حينما نشرت وسائل الإعلام بأنه إقالة، يعني السيد المحافظ لم يقل بأنه أقال، إنما الإعفاء تعتبر جزء من صلاحياته الخاصة، بأنه التجميد والإعفاء هذه أمور تكون أمور أشبه بما تكون أمور مؤقتة لحين النظر بالمواضيع. يعني على سبيل المثال هو لم يطرح وهذه يعني حتى توضيح للمشاهد الكريم، لم يتهم السيد شاكر الزاملي اتهاما شخصيا او لم يذكره حتى في الاسم اثناء ايراد الخبر، انما اورد بانه بصدد معالجه قضيه وضبطت هكذا وطرحت في وسائل الاعلام، ما يعني انه ليس هناك تشكيك بشخص معين ولا هناك اتهام، بقدر ما انه هناك اوراق ينبغي عليها ان تحال فاحيلت الى الجهات المختصه. هاي الاوراق شو تضمن؟ اهم الملفات الفساد بهاي الاوراق اللي يحيل. يعني هناك ملفات حقيقه يعني لم اطلع عليها الا بقدر ما الملفات التي أطلقها الأستاذ غالب الزاملي بحول مسألة الأراضي، وذكر بأن هناك ملفات أخرى، أما هذه الملفات الأخرى كيف تكون وماذا تكون لا أعتقد بأنه لدي صورة واضحة عن هذه الملفات. طيب ارتباط الهيئة استثمار بغداد، أكو ارتباط بالهيئة الوطنية للاستثمار؟ بالتأكيد الهيئة الوطنية للاستثمار هي تعتبر يعني هذه التشكيلة الإدارية، يعني العودة إداريا بيد محافظ بغداد، يعني تكون السلطة الإدارية بيد محافظ بغداد، ولكن السلطة التأسيسية طيب. هي ترجع إلى الهيئة الوطنية للاستثمار. طيب الأنباء والتقارير تتحدث عن أنه السيد المحافظ شكل لجنة لتقييم أداء المدراء العامين بالدوائر اللي موجودة، على اعتبار أنه هي ثورة للإصلاح، راح يمكن يواجه الصلاحيات الاتحادية لو أيضا تضارب بالصلاحيات الاتحادية، اعتبار أنه بعد أحد نقل الصلاحيات في مشاكل. أعتقد هذه المشكلة هي مشكلة كبيرة جدا، يعني ربما لا يعاني منها فقط سيد محافظ بغداد أو محافظة بغداد، بقدر ما أنه أغلب المسؤولين وأغلب السياسيين سوف يصطدمون بهذا الحاجز الكبير المتمثل بمسألة تداخل الصلاحيات ومن لديه الأولوية والسلطة في إقالة هذا أو إحالة هذا أو وذاك. بالنتيجة هو امتلك أو تعامل وفق ما توجد لديه من رؤية وصلاحية ووسائل قانونية، على سبيل المثال إحالة يعني مدير ناحية أو مديرية اليوسفية وبعض المناطق وبعض الأقضية والنواحي، إحالتهم إلى يعني إلى الجهات القضائية، وأيضا دمج بعض الأقسام في محافظة بغداد، يعني لإبعاد شبح الترهل وإبعاد شبح الروتين. ونحن يعني حتى نقول وللأمانة محافظة بغداد قد تم يعني إبلاغها بالشكر.